ثالث العصفورة في بوزايك تحدثت على 10 ملايين تثبت في سقوط قائمة في سباق انتخابات جامعة كرة القدم. خلينا نسمع لك سير ونرجو نعلقوا. كانك فما قائمة قاعدة تتنافس في قائمة أخرى، جواحد ولد حليل عنده خيوط وعلاقاته في ميدان الكورة في تونس. عاد اتصل برئيس القائمة هذية وقال له اسمعني، عندي ليك كادو هايل ينجم يخليك وحدك تكور في سباق الانتخابات وتولي رئيس الجامعة القادم من غير ستريس ولا تعب. مالا اش قولك انا تقابله في البلاصة الفلانية ونكملوا نحكي. السيد عجبته الحكاية ومشي قابل الشخص اللي كلمه وفي أقرب وقت زيدة باش ما نطولش عليكم ونشدكم بالحديث. ولد الحلال هذي اللي حكينا عليه عرض على رئيس القائمة معلومة تورط عظم القائمة المنافسة وتخليه يطعن في شرعية القائمة الأخرى ويسقطها ضربة واحدة. أما في المقابل طلب 10 ملايين باش يمدوله التفاصيل الكل ويهز الملف بالكامل. رئيس القائمة عجبته الحكاية ووافق على صفقة وهز الدوسي يجري للمحامين اللي معاه وتقدموا بطعن وربحوه وأسقطوا القائمة المنافسة. احنا نظفت اليد هذه نظفت اليد هذا مازال ساعتي خفت مازال ما بداش والجموع رشوه وخذ 10 ملايين وهذا 15 هم طاحوا كل الحمد لله كي طاحوا كل الحمد لله ارتحنا منكم كي طاحوا الكل الحمد لله النورمالمون هي بالعموميه حتى تدخل والله انا التو سينيجي جويز مو يدخل مانيش فاهم شنو يحبوا منها البلاد هذه يسرقون والله لاني فاهم معناتها يحبوا المناصب والسرقة الى متى كل شيء انا هكا عيناني ومانيش ما فهم حتى حد قلبه على البلاد ما فهم حتى حد قلبه على دومان من الدومانات الدومانات الكل ماشي الفينجا ماشي للخلاء ما فهمتش انا باش شد رئيس الجامعة لا اله الا الله الحمد لله واضح يلا سي وليد جبت حاجة يدخل تفضل اقعد شبيك مفجوع ما طردناكش من الحصة احنا ترديتهم شني راجل باش راجل بكلمة ما غير ما توري ولا نعملوا اشهار شنو وريني جبت ما غير ما توري وليد خلي وريني انا كل واحد كعبه كل واحد حاجه وعطيت المخرج ومساعده كي كنت حذيهم عليه ما عطيتهمش هو قال لي دخل غادي بعد جيبك فرحان حاسين يودي يطلع مش من قلبك يودي واحد ياكل حاجه مش من قلبي مش من قلبي نسيت انا نسيت مخي والله نسيت كومبليتمون يلا خلي تو بعد في البوز ناكلهم يلا